برضو هنروح لخبر هو برضو يعني برضو ملمس للدرجات الحرارة طبعا المختلفة والحاجات دي. انتشر في الساعات الأخيرة أخبار عن غلق بعض الشواطئ في بعض المدن الساحلية بسبب طبعا الاضطرابات الجوية، منها مدينة جمصة اللي أعلن رئيس المدينة عن مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات والاضطرابات الجوية، ومنها غلق الشواطئ بداية من النهاردة والحين إشعار آخر. طيب الإجراءات اللي أخدتها الشواطئ إنه هيتم رفع الرايات السوداء بسبب احتمالية حدوث نوة أو أمطار شديدة، ودي كانت التوقعات، لكن تعالوا نعرف دلوقتي إيه اللي بيحصل على أرض الواقع من الأستاذ بلال عبد السلام مدير إدارة الشواطئ في جمصة. صباح الورد عليك يا فندم. اهلا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير. يمكن لو حضرتك كنت سمعنا دلوقتي احنا بنقول ان في اشاعات عن غلق الشواطئ، هل دي او اخبار، يعني خلينا نقول مش اشاعات، هل دي اخبار صحيحه ولا لا؟ والله هي دلوقتي الشواطئ مفتوحه هي يعني والامور تمام، ولكن بورسعيد قفلت ومعظم الشواطئ فيه تم اغلاق له يعني، بس جمصة الحمد لله الامور مستقريه، البحارة على الابراج، مجموعة النظافة شغالة، الامور مستقرة، يعني ما فيش اي اغلاق لشواطئ جمصة. ما فيش، لا، وفي وفود نازلة هي والناس مبسوطة وسعيدة والبحر تمام، والبحارة يمكن سيادتك سامعة بصفر عمان على الناس هي، وفي اقبال جامد يعني، الجو حلو الحمد لله، وان شاء الله نشوف مصر في امن واستقرار في ظل قيادة السيد الرئيس يعني. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك لو حصل لا قدر الله حدوث نوة او كده، ايه الاجراءات اللي بتتخذ حفاظا على المصيفين؟ عندنا اربع حسكات دول المزودين وعليهم افراد متدربه، البحاره متدربه على احدث الوسائل للانقاذ تمام، وطبعا احنا واقفين كلنا جاهدين ان ما فيش اي مشاكل تحصل او اي حاجه تحصل في مصيف جمصة السياحة، لان مصيف جمصة بيعتبر من احسن المصايف والقريب للناس، وفيه بيحوز بشعبيه جامده من الساده المصطفين، يعني بتلاقي اقبال كبير لجمصة دولا عن المصايف الاخرى. فطبعا احنا مستعدين اتم الاستعداد لاي حدوث اي شيء تمام. طبعا عندنا اربع نقط اسعاف متفرقين، نقط الاسعاف على اللسان، على منطقه العاشر، على منطقه 15 مايو، تمركز للاسعاف، طبعا كل حاجه جاهزه بحيث ان المصيف يجي يقضي الوقت بتاعه ويمشي سعيد ومبسوط في جمصة. يعني استاذ بلال انا في حاجه تانية كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، وهي انا شفت بعض الصور للشواطئ، والحقيقه زي ما احنا بنناقش الايجابيات لازم كمان نناقش السلبيات، انا شفت ان المصيفين شويه يعني الشاطئ مليء بالورق والقمامه وحاجات كده، ف تتعامل ازاي مع الحاجات دي؟ يعني احنا عايزين نوعي الناس اكتر ان ده تصرف غير مقبول بالمره، يعني الصور اللي الواحد بيشوفها دي حاجه تزعل الواحد حقيقي يعني. والله احنا سيادتك بتتكلمي وفرق النظافه شغاله هي، وانا جايب براميل قمامه هي موزعها بطول الشاطئ. عظيم. بس احنا طبعا يعني بنناشد الجماعه الساده المصطفين، انت ما ترميش يعني حطها في كيس واحنا هنشتغل، وبعدين عندك برميل القمامه هو ما ترميش جنبه، هو جنبك وحطها في قلبه تمام، حطها في قلب البرميل ماشي، وبعدين انت دلوقتي احنا بنحافظ كلنا على المظهر العام للشاطئ بان بلدنا تبقى كويسه، فلازم والناس جايه يعني تستمتع وتصيف وتهدي اعصابها، فمش ده منظر يعني غير لائق خالص زي ما بنقول. ما ينفعش ان انت مثلا تبقى قاعد في مكان ملوث، ما تنفعش تبقى قاعد في مكان مضيف، ان لما هنضف اللي جنبه هينضف، اللي بعده هينضف، كلنا هنتجبر على النظافه ان المصب بتاعنا يطلع صوته كويس، انما انا راجل باكل بطيخ او باكل حاجه وبرمي ورا والكلام ده ما ينفعش، شيل بس صح. الحاجه في كيس كده وحطها واحنا هنيجي نشتغل، ما نقولكش اشتغل، لا سيبها زي ما هي بس في كيس واحنا هنشتغل. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ بلال عبد السلام مدير اداره الشواطئ في جمصة. الموضوع ده حقيقي يا دينا، انا فعلا شفت شويه صور فاستقت، يعني حسيت ان احنا محتاجين نقول للناس بالزبط. لازم ناخد بالنا شويه من القصه دي، لان في ناس تانية جايه حقيقي عشان تتبسط وحقيقي عشان تستمتع، فملهاش ذنب خالص انها تشوف المنظر ده، هي جايه تشوف بحر وشاطئ جميل ونظيف. صحيح. ليه حد تاني يبقى مش مهتم خالص وبيبهدل الدنيا بالشكل